السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني يا جماعة، احنا 100,000 مرة قلنا المخبوزات او اي حاجة مخبوزة في البيت بركة وبتعمل ريحة وبتعمل بتغير المود بتاع البيت كله حقيقي. يعني احنا عملنا ده مرة قبل كده، مش عارف شفتوها امتى ولا كده، لان انا مبقاش عارف الفيديوهات بتبقى تطلع امتى بصراحة. فعملناها مرة قبل كده، دي معمولة بطريقة تانية خالص، يعني معمولة بشكل يعني حاطين في دي زيت، التانية ما كانش محطوط فيها زيت، كان محطوط فيها زبدة. العجين يا جماعة، العجين تقدر تشكل فيه وتعمل فيه وتحط فيه ويعني أنا هقول لكم صراحة، أنا هقول لكم المقادير الحاجات دي. بس أنا شوف، بص كده عليهم دقيقة واحدة هتشوفهم أنت الوقت كده وأرجع لك تاني.
عايز اقول لكم ان اي عجينه بتختلف، الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق تاني، يعني الدقيق نفسه، يعني انت لو جبت دقيق من مكان وحطيته وجيت عملت نفس الوصفه ممكن يفرق معاك في الميه، ممكن يفرق معاك في انت نفسك، انت بقى لازم تبقى انت شايفه. ما ينفعش ان انت تقول انا هعمل العجينه دي بالمواصفات كذا كذا وبالظبط، ممكن العجينه نفسها تبقى دي نفسه يبقى جاف شويه، يبقى رطب شويه، يفرق في المعايره، يفرق في الميه، يزيد شويه في الميه، ياخد زيت شويه، ما ياخدش زيت شويه كده. فانا دي معلومه من ضمن المعلومات. انما البتاع الخبز اللي احنا عاملينه ده جميل، والسمسم وحبه البركه، احنا ما حطيناش في حبه بركه اهي، بس السمسم بيعمل ريحه في البيت، والسمسم صحي جدا في البيت في الاكل يعني. وعاملين معاه جبنه هنا جبنه، وعندنا هنا بلح اصفر، واحنا قطعناه وعملناه بالقشطه والسمسم وحاجات كده، بس شكله جبار يعني. انا هبدا بديت، شوفوا اهي، شوفوا منظرها عامل ازاي يا جماعه، شوفوا الجمال، شوفوا الطراوه، بسم الله ما شاء الله. طبعا هي والله احنا الشغل اللي بقول لكم دايما يتعمل على العجل، بس هو بتعمل سندوتش اهي، شوفوا الخمر بتاعها عامل ازاي يا جماعه، شايفين واضحه مسايله واضحه كده. نجرب كده بقى بالجبنه بقى ريت كده، الجبنه دي حادقه جدا. كده مسايله حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله. الله، لا ده بيقول، نشوف بقى بالبلح الجميل ده. الله، بالبلح روعة، حاجة ما شاء الله. حاجة ما شاء الله، اللهم صل على النبي. لا لا البلح جميل. العجينة خمرانة ازاي يا مسايدة؟ عجينة جميلة قوي قوي. في حاجة بقى، شفت الاتنين استووا جامد كده في الدور اللي فوق ده؟ استوى جامد كده ومحمر. اتساب طلع من الفرن، اتساب في الصينية شوية بقى ايه، جيت اشيله لقيته حامص، مش زي اللي انت بتاكلها دي طبيعي. يعني هم عاوزين يسيبوه يبقى، انا بحب الحمص ده برضه، مقرمش يعني، يسيبوه في الصينية شوية. انت تقصد ده؟ وبعدين هقول لكم حاجة، ده الصبح هتلاقي حاجة تانية خالص. الصبح ده والله يا جميل يا حمص اهي، عامل ازاي؟ شوفوا يعني ايه عامل ازاي، الخمر اللي فيها عامل ازاي يا جماعة؟ اهي الله عليه، اي أيوة والله، اللهم صل على النبي. بقول لكم ده بقى لما يبات الصبح هتلاقي طعم مختلف خالص عن الوقت. هو مقرمش من بره ومن جوه طري، بس دي الصينيه دي اتلفت شويه. ولا اتلفت ولا حاجه، ده جميل. حلو قوي. حلو المخبوزات في البيت يا جماعه، اعملوا مخبوزات. جميله العيش، بركه في البيت، اعملوا العيش يا جماعه، اعملوا الحاجات الجميله ديت. انا مش عايز اطول عليكم، انا وصلت لكم الرساله يعني. مع السلامه، نشوفكم بخير.